الشابي مكملين في ما هم الاسماعيلي كملوا مش وما هيروحوا جابوش، في حته واللي قال له يعني، هجيب لك 12 و10 ما ما جابش جابلوش، حاجه. وفي الاخر هم كلهم مشوا. طيب انا عايز اسالك على المرحله التاليه، انت بتقول انه اذا توفرت بعض العوامل تنجح اللجنه المقبله. اذا انت كلفت بان انت تبقى رئيس لجنه وتشكل لم اللجنه، اكلف. اذا حصل، اذا حصل هي كلها ترشيحات. تمام، اذا حصل ايه اختياراتك اللي تكون معاك في اللجنه كي تنجح؟ هو اختياراتي دي مبنيه على اول حاجه المدخلات، الدعم المالي. ما فيش كلام ان الدعم المالي هو اللي هيكون هو اللي يشيل صانع القرار، دلوقتي لان انت ما هتوفر احتياجات اللاعبين مش هيبقى عندهم ازمه في الـ في الـ 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 الاداء في الملعب. بعد المرحله دي الاسماعيلي ارض خصبه للنجاح، يعني تقدر بسهوله تكون فريق سهل جدا. ما اعتقدش يعني ان انا هيضحك عليا من احد اللاعبين او احد الوكلاء او احد المدربين ان يقول لي عاوز فلان ده انا عندي 10 مليون وعندي 5 مليون، ما انا هرفع السماعه وهعرف كل السوق يعني. مظبوط. فموضوع تكوين فريق للنادي الاسماعيلي على قدر وطموح الجماهير، ايوه وده الامر اللي هو العاجل. الايميديتلي ده امر بالنسبه لي يعني اكاد اكون واثق في وانت نجاحه. مجهز من دلوقتي اذا انا حصل مجهز ان انت للتعاون تشتغل مع على ده؟ اللجنه، انا مجهز للتعاون مع تمام اللجنه ايا تمام ما كان هو تمام مين. بكم لعيب، كم لعيب محتاجه الاسماعيلي 5 لاعبين، دلوقتي؟ ايه المراكز؟ باك رايت وباك ليفت وسيرد باك ثالث مع باهر وهاشم. وحسين، وراس حربه رقم 9 هداف وصانع العاب بلاي ميكر، ولو ربنا كرم يبقى هاف ديفندر كمان لو عمر مشي. راس حربة هداف الاسماعيلي الى بقى، جانب باسم مرسي ولا برحيل باسم مرسي؟ لا هو باسم مرسي كان هداف في نادي الزمالك والانتاج الحربي، لكن باسم مرسي من المهاجمين المقاتلين. يعني ايه؟ يعني هو فايتنج مش هداف، ممكن يجيب جوان، لكن انا اللعيب الهداف بالنسبه لي حسام حسن اللي هو كل ماتش جون، مفهوم. مصطفى كريم، جون انتوي، انت معايا حضرتك ولا اي مش معايا؟ فاهم احمد معاك. بلال، عماد متعب، انا عايز رقم 9 ده، محمد صلاح ابو جريشه، محمد محسن ابو جريشه، يعني انت معايا حضرتك؟ فاهم معاك. اللي هو الفيرود اللي انت عارف ان العرضيه هتتعمل في الماتش 5 6 مرات، محمد صلاح ابو جريشه هيجيب واحده، اي انت معايا حضرتك ولا مفهوم مش معايا؟ معاك. هو ده الفيرود اللي ناقص النادي الاسماعيلي. مين اللي فيه المواصفات بتاعت الاسماء الكبيره اللي انت قلتها دلوقتي اللي يجي في يسجل الدوري المصري جول كل ماتش؟ والله عندنا ولد كويس جدا حازم مرسي، بس محدش بيديله، بيخرج اساسا بره ما ال هو ما 18. ينفعش ياخد يعني، ما مخلصين عليه، لكن ولد ده فيرود من احسن فراوده مصر يعني. لكن لو بتسالني على الموجودين في الدوري العام، ويعني ده يعني حلم، لان منتخب مصر نفسه ما عندوش مهاجم متميز يعني. اوقات محمد شريف، اوقات محمد شريف، اوقات وده ممكن تجيبه من الاهلي لا دلوقتي؟ يجيبه زي انت بتقول لي مين في الحته دي اللي ممكن. ما انا، ما انت بتتكلم ان انت جاهز بالتعاون مع اللجنه اللي اجنبي جايه اجنبي بلاعبين اجنبي اجنبي. اجنبي 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 مروان حمدي عامل موسم كويس قوي مع المصري بورسعيدي، بمناسبه لعيب الكلام عن لعيب المهاجمين كويس المصريين، لعيب يعني كويس، موسم بس نفس رائع. نوعيه باسم مرسي. انا بتكلم على اللعيب الهداف مش اللعيب المقاتل اللي بيجيب هدف. انا لعيب بتكلم على لعيب مروان، لا مروان في مرحله صعود هايل هايل، اعلى لعيب دلوقتي كويس كمان من ما شاء باسم. الله عليه، لعيب كويس انا لا انكر ذلك، بس منور فايتنج فايتنج، بيقاتل عشان يصنع هدف، بيقاتل عشان يصنع كوره. اي في لعيبه بيجي يعني حسام حسن من ربع فرصه، عماد متعب من ربع فرصه، مظبوط. محمد صلاح ابو جريشه من ربع فرصه، هو ده المهاجم اللي اي بالنسبه لي طيب اسعى اليه يعني. بس مرسي ماشي. انا ما اعرفش صالح جمعه صالح جمعه مقصر في وجوده حق ولا نفسه عدمه ده. الافضل؟ ميدو كان هيتجنن يعني، مقاتل ميدو بشكل كبير ان هو قبل المهمه في في التوقيت ده كان هيتجنن من صالح، كان حاطه في تشكيل مباراه حرس الحدود، صالح سهر قبلها بيوم وما جاش التدريب، فكان من الصعب ان ميدو يدخله التشكيله بتاعت فكان المباراه لازم عقابه كمان المعلن من قبل مجلس 250 ألف الاداره. جنيه من قبل مجلس الاداره. ميدو نفسه ايه رأيك في قرار وجوده كمدير فني في النادي من ناحيته ومن ناحية النادي نفسه؟ بالنسبه لي كمشجع ولا بالنسبه لي كصانع قرار؟ الاثنين. هبدأ بمشجع كمشجع الأول. ميدو عنده ارضيه في اسماعيليه قبول غير عادي. بسبب فترته السابقة. وقرب جماهير الاسماعيلي من الزمالك كمان يعني، فده مديله امبريشن ان هو هيجي هينجح يعني. وكصانع قرار. كصانع قرار هو انت كان قدامك حل من حلين، يا اما تجيب حمزه الجمل ايوه. يا اما تجيب ميدو. وانا نصحت رئيس النادي في الجلسه اللي عملتها انا وهو ابراهيم نصر بمين؟ بحمزه الجمل. تمام. هو قال لي باعتباره اقرب الناجحين واكثرهم علما بوضع النادي. هو قال لي لا حمزه يعني احنا مشيناه ومش هيبقى فيه مبرر قدام الناس
اللي احنا مشيناه من 5 6 اسابيع ونرجع نجيبه بعد 5 6 اسابيع ولا عشان تمسك بالحصول على مستحقاتي السابقه؟ لا بص، دي الجلسه الخاصه اللي قعدت هو وخالد الطيب ويحيى الكومي في احد المطاعم في على النيل. هو حمزه اصر انه ياخد فلوسه، بس ده ما كانش العائق، لان حمزه في الاخر لو قلت له سيب فلوسك وامشي واشتغل هيعمل كده يعني. لكن هو في النهايه الراجل اصر انه يجيب حد من بره. بعدين قال الجمل هيكمل وهشوفه ماتشين. قلت له مفيش مشكله، ايمن مدرب ابن النادي وكويس واخد فرصته، وايمن من الناس المتعلمين كمان، وانا بدعم قرارك ونزق ايمن. طب اجيب معاه مين؟ قلت له احمد الجمل وعمرو جمال يعني. عمر جمال. وكان الجهاز ماشي، فجاه جه يتكلم معايا قال لي يا بيه انا عاوز ميدو.